بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، مظلوم يا غريب كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليلة عظيمة، ليلة باسم القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى المظلوم، ليلة قضاء الحوائج. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا العزيز أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون العظيم وجعل لكل شيء نظاما دقيقا. أنا ما أريد أطول في هذه المقدمة، ولكن هذه المقدمة مرتبطة يعني بجوهر البحث في هذه الليلة، لذا كم دقيقة فقط أتوقف بشكل سريع. كل ذرة من ذرات الوجود، أي شيء في هذا الوجود، الله سبحانه وتعالى عندما خلقه جعل له نظاما ورسم له شنو مدارا. كل ذرة من ذرات الوجود تتحرك في الطريق اللي الله عز وجل، المدار اللي الله رسمه له. كل شيء، ماكو شيء اسمه فوضى في هذا الوجود، كل شيء قائم على نظام، وهذا النظام دقيق إلى أبعد الحدود. وأنتوا الأعرف، أنتوا أبناء القرآن، أنتوا أبناء الحسين، أبناء هذه المجالس، لما تقرؤون في القرآن الكريم: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشمس ما ممكن تطلع بالليل لأن تعرف وظيفتها في النهار، والقمر يعرف وظيفته في الليل، والليل لا يمكن له أن يسبق النهار. كل في فلك يسبحون، كل واحد عنده طريق، وكل مخلوق من مخلوقات رب العالمين، هاي الكلمة اسمعوها عدل، كل مخلوق من مخلوقات رب العالمين يعلم بأنه مجبور جبرا. كل ذرة من ذرات الوجود جبرا تتحرك في الطريق اللي الله عز وجل رسمه لها، في هذا الإطار تتحرك. أعطيك فقط مثال بسيط وأدخل في صلب الموضوع. هذه الأرض، الكرة الأرضية اللي احنا عليها الآن عايشين، الكرة الأرضية تدور حول نفسها وتدور حول منه بعد؟ حول الشمس. كل 24 ساعة كما يقال فلكياً، كل 24 ساعة إلا 4 دقائق
هي كل 24 ساعة إلا 4 دقائق هي تدور دورة كاملة حول نفسها. يوم اللي تدور هاي الكرة الأرضية حول نفسها يصير عندنا ليل ونهار. الله سبحانه وتعالى خصص سرعة معينة للكرة الأرضية، أكو سرعة معينة خلال هذه السرعة هي تفتر حول نفسها. هاي السرعة إذا شوية زادت أو شوية خفت شنو يصير؟ إذا زادت أو خفت يصير اختلال، إما الدنيا كلها تصير نهار وإما الدنيا كلها يصير شنو؟ يصير ليل. إذا صار كل نهار في نهاية المطاف كل شيء سيهلك، وإذا صار كل ليل للأبد هم كل شيء يهلك، لأن الله خلق الوجود قائم على نظام، لازم عندنا ليل وعندنا نهار. الكرة الأرضية تفتر في مدارها حول الشمس. طيب هذا المدار اللي هو خط وهمي تفتر عليه هذه الكرة الأرضية، إذا الكرة الأرضية اللي الله أمرها أن تفتر في هذا الخط، إذا انحرفت، إذا طلعت خارج الخط باتجاه منه؟ باتجاه الشمس. شو يصير فيها؟ تحترق. إذا انحرفت بالعكس خارج هذا المدار، يعني ابتعدت عن الشمس، شو يصير؟ خلاص كل شيء يتجمد وكل شيء يموت. هذا المعنى اسمعه مني بعد يدخل في الكلام. أقول إذا كل شيء في هذا الوجود الله راسم له مدار ويتحرك في مداره، أنت الإنسان اللي سيد الوجود، الله يوم اللي خلقك ما رسم لك مدار حتى تفتر في إطار هذا المدار. الكرة الأرضية بمقدار شعرة انحرفت عن مدارها، إما تقترب صوب الشمس نحترق، إما تبتعد نتجمد. الكرة الأرضية اللي ملايين الملايين المرات أكبر من الإنسان لازم غصبا عليها تمشي في مدارها، أي انحراف يعني دمارها. أنا الإنسان العظيم اللي الله خلق الوجود كله من أجلي، أنا يوم اللي الله خلقني ما اعتبرني مثل باقي المخلوقات، ما رسم لي مدار قال لي يا إنسان حتى أنت تكون سعيد في دنياك وفي آخرتك اتحرك على هذا المدار، هذا الخط اللي أنا أرسمه لك. لو مشيت في هذه الدائرة أنت سعيد في الدنيا سعيد في الآخر. الله رسم دائرة مدار للإنسان، يوم ما رسم شو تقولون؟ رسم، أحسنتم. إذا رسم هذا المدار اللي الله رسمه للإنسان شنو اسمه؟ منو يدري؟ أحسنت. الإسلام. الإسلام بكل قوانينه الجميلة، الإسلام هو المدار اللي الله رسمه للإنسان. قال إذا هذا، طبعا الإنسان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما النبي بشر بالإسلام، وإلا قبل النبي كانت شريعة عيسى، شريعة موسى، شريعة إبراهيم، شريعة نوح، شريعة أبونا آدم، كل شريعة في زمانها. الآن بعد النبي هذا المدار اللي المفروض الإنسان يتحرك فيه هو الإسلام. تنحرف يمين تنحرف شمال تهلك أيها الإنسان. زين، لذا الله في الآية اللي ذكرناها في صدر، لكن أكو فرق فقط هذا المعنى أبينه، الشمس أو الأرض أو كل مخلوق المخلوقات الأخرى تفتر وتتحرك، وكل في فلك يسبحون، الكل يتحركون في مجالهم الصحيح وهم مجبورين، يعني غصبا على الكرة الأرضية تفتر في مدارها. الله رسم لك مدار أنت الإنسان، لكن الله قال أنت الإنسان فد مخلوق محترم عندي، أنا أريدك تفتر في هذا المدار، ولكن أنت حر تحب تفتر فيه وتضمن لنفسك سعادتك في الدنيا وفي الآخرة افتر، ما تريد أنت تتحمل المسؤولية، تريد تنحرف تطلع داخل خارج، هذا شيء راجع لك. الله يحترمك أنت الإنسان، ولهذا السبب كل المخلوقات وكل في فلك يسبحون وهم مجبورين، وأنت رسم لك مدار وقال لك أنت حر لأن أنت مخلوق عظيم. لهذا السبب الآن إذا هذا المعنى صار واضح، الإنسان الله رسم له مدار
نعرف الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا، الله يخاطبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الله ما قال يا أيها الذين آمنوا خافوا مني، قال حق تقاته يعني أشعروا بهيبتي، بالغوا في الخوف مني، خافوا مني، بالغوا في احترامي. أيها الناس أيها المؤمنون، الله يقول احترموني. يا رب شلون نحترمك؟ علامة احترام رب العالمين شنو؟ علامة الخوف من الله شنو؟ الله قال ولا تموتن إلا وأنتم شنو؟ مسلمون. مسلمون يعني مستسلمون، يعني خاضعون، يعني تسمعون كلام الإسلام. لا تموتون إلا وأنتم تسمعون كلام الإسلام، يعني لا تموتون إلا وأنتم قاعد تتحركون في داخل هذه الدائرة اللي اسمها الإسلام. زين، الله سبحانه وتعالى هذا المعنى العظيم قاعد يبين لنا من خلال القرآن الكريم. زين، الآن إذا عرفنا بأن المدار اللي إحنا كنا نتحرك فيه حتى الله عز وجل يضمن لنا السعادة الدنيوية والأخروية هو الإسلام، أنا أحب أسألك سؤال وأنت ما إذاك تجاوبني. أنت فكر مع نفسك، أنت فكر مع نفسك، إذا الإسلام هو المدار اللي أنا كن أتحرك في داخل إطاره، هذا الإسلام أنا أعرفه ولا ما أعرفه؟ أنت جاوب نفسك، أنت ميزان نفسك. هذه الليلة قبل ليلتين أو ثلاث قلنا نقدر نسمي شهر محرم شهر، أحسنتم، نسميه شهر الإسلام، لأن قلنا الإسلام كان يتنفس أنفاسه الأخيرة. صح، هل من ناصر ينصرني؟ الحسين قلنا لبيك يا دين الله، فقتل الحسين سنة 61 للهجرة، هنا دم الحسين يراق، وهنا تكون ولادة جديدة لمن؟ للإسلام. فإحنا الآن في شهر الإسلام، وأيام نعم ستسفك فيه دماء لأعظم شخصيات الوجود، تسفك هذه الدماء حتى الإسلام ينولد من جديد ويقف على قدميه من جديد. اسأل نفسك وانت أحد المسلمين، انت من أبناء الإسلام، انت من أتباع الإسلام، انت اسأل نفسك. إذا دخل الآن رجل بوذي في المجلس وقال يا أتباع الإسلام سولفوا لي عن الإسلام، الإسلام يعني شنو؟ رسالة الإسلام شنو؟ الإسلام يتكلم عن شنو؟ قوانين الإسلام محدودة ولا واسعة؟ تقدرون تحددون قوانين الإسلام؟ المجالات اللي يتحدث فيها الإسلام؟ خلفيتكم الثقافية عن الإسلام شنو؟ هي حالتين لا ثالث لهما. شو قصة الإمام الحسين؟ يولد الشيعي ويموت وهو يصيح يا حسين. يعرف الحسين الرجل عاش 57 سنة، لو يعرف الحسين لو قلنا يصيح يا حسين من الصباح إلى الليل وهو شنو؟ هو ما يعرف الحسين. وآخر شيء يقولوا لي من عاد تبكي وتلطم وتدق إذا ما تعرف الحسين؟ من تبكي وتلطم وتصرخ يا حسين وأنت ما تقدر دقيقة تتكلم عن الحسين؟ إذا كلمونا بهذا المنطق شن جاوبهم؟ ونفس العملية هاي ليلة أقول لك، إذا يقول لك أنت مسلم ومتمسك بدينك ومفتخر أنا مسلم، وبعدين أنت تسأل شنو الإسلام وتقول والله ما أدري شنو الإسلام، كم قانون إسلامي حافظ؟ ما أعرف شيء. هذه اللي البارحة أشرنا، هاي كوارثنا الاجتماعية، المسلمين نعيش في كوارث مع الأسف. زين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن من هنا أنا وأنت نفكر وبشكل صحيح أنه ما دام أنا سعادتي الدنيوية والأخروية مرتبطة بفهم الإسلام
والله راد من عندي أتحرك في دائرة الإسلام حتى أكون سعيد هنا وفي الآخرة. فلازم أفهم الإسلام. الإسلام يعني شنو؟ تعريف الإسلام، الإسلام يعني دين الله. الدين يعني شنو؟ إن الدين عند الله الإسلام. الدين يعني شنو؟ الدين يعني الطريق الصحيح. الدين يعني الطريق الصحيح. إن الدين يعني الطريق الصحيح إلى الله الإسلام. ومن يبتغي اللي يشوف له في الدين غير الإسلام يلتزم بخط ثاني. ومن يبتغي غير الإسلام دينا طريقا شنو؟ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من أحسنتم خاسرين. زين، منو اختار الإسلام كطريق إنه وقال هذا الطريق هو الطريق اللي يوصلكم إلى الجنة؟ منو اختار هذا الطريق؟ الله عز وجل. الله اختار هذا. أهل البيت علمونا، أهل البيت نقلونا إرادة الله، بارك الله فيكم. اللي اختار الله. وين الله قال الطريق اللي أنا اختار لكم الإسلام؟ قال اليوم أكملت لكم أحسنتم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام يعني طريقا إلي. أنا رضيت لكم امشوا بهذا الطريق. وين توصلون؟ توصلون إلي. اللي يريد يروح لرب العالمين ما عندنا طرق متعددة، الله عنده طريق واحد. ستنقسم أمتي إلى 73 فرقة، 73 طريق، كل جماعة تمشي بطريق. النبي شنو قال؟ قال 72 فرقة وين؟ في النار، وفرقة واحدة هي الناجية. يعني شنو؟ يعني 73 طريق، طريق واحد هو الحق، طريق واحد هو الحق. لا توجد هناك طرق متعددة إلى الله، هو طريق واحد. الإنسان يكون يكتشف هذا الطريق اللي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. الطرق المتعددة يعني باطل، طريق واحد يوصل إلى الله. الطرق الباقية كلها إلى النار، طريق واحد يوصلك إلى الله. زين، ما لازم نفهم هذا الطريق الصحيح اللي الله ارتضاه لنا، اختاره لنا. وين هذا الطريق؟ هذا الطريق طريق الإسلام. الإسلام يعني مجموعة قوانين. اليوم أقول لك خاتم، هذا خاتم تشوفوه ما تشوفوه؟ هذا الخاتم إلى صورة صحيح في الخارج، هذا خاتم. أقول لك الإسلام، وين الإسلام؟ هذا الإسلام ولا هذا الإسلام؟ لا، هذا شنو؟ هذا منبر وهاي قطعة قماش سوداء. وين الإسلام؟ منو شاف منكم الإسلام؟ ما موجود برا، لكن وين موجود؟ مفهوم الإسلام موجود في بالك. الإسلام يعني كل القوانين اللي تعرفها واللي ما تعرفها، كل هذه القوانين يعني إسلام. والإسلام جميل مو بشكله وخشمه وعيونه، الإسلام جميل بقوانينه. فالإسلام الجميل بقوانينه، لما أنا أريد أعرف الإسلام شلون أعرفه غير أعرفه؟ زين، شنو قوانين الإسلام؟ شنو أهداف الإسلام؟ هدف الإسلام شنو؟ خل نبدي من هنا. هدف الإسلام شنو؟ من يقول لي شنو هدف الإسلام؟ لابد الإسلام، كل أحنا البشر عندنا أهداف. الإسلام دين الله، هدف شنو؟ أنا قاعد أتكلم عن الإسلام وبالتحديد هاي الليلة، ليلة القاسم، لأن هذا الشهر شهر الحسين، شهر الإسلام، وإمامكم الحسين قتل من أجل الإسلام. فأريد أعطي صورة سريعة عن هذا الإسلام المظلوم، هذا الإسلام اللي أبناه وأتباعه إلى الآن ما أعطوا حقه، ما افتهموه بالشكل الصحيح. دين متكامل. البارحة أو قبل يومين لما قلت لكم بهاي بطول هذه الكتب، في بطول هذه المقابر هنا يشهد الله أكو أشياء مسلمين، مو ناس عاديين، علماء يجون للدنيا يموتون، اكو معاني ما يعرفوها. هل كثر دينكم واسع؟
هل كثر دينكم عظيم؟ والله هذا الدين جاب قانون، إذا إحنا تبعنا هذا القانون إحنا اليوم كنا نمشي عليه ظهر الشمس مو على ظهر القمر، ظهر الشمس نمشي عليها، دين متكامل. زين السؤال، شنو هدف الإسلام؟ نعم جنة. من يقول بعد حتى أكمل هدف الإسلام؟ من يقول شنو هدف الإسلام؟ الإنسانية. هدف الإنسان، هدف الإسلام، أنت هدف الإسلام، أنت الإنسان هدف الإسلام. إجا الإسلام حتى يصون كرامتك، إجا الإسلام حتى يحفظ ما وجهك، إجا الإسلام حتى يأخذ بإيدك ويوديك إلى أعلى الدرجات، إجا الإسلام حتى يقول ممنوع إنسان يهين إنسان، ممنوع إنسان نعم يتكبر على إنسان. إجا الإسلام حتى يقول هذا المعنى، حتى يقول الإنسان بما هو إنسان بغض النظر شنو لونه شنو لغته، نعم فقير غني حاكم محكوم إنسان. الجواب نعم. إجا الإسلام حتى يقول الإنسان بما هو إنسان محترم، لأنك إنسان أنت مخلوق مقدس، أسود أبيض نعم ما أدري فقير غني رجل امرأة كبير صغير، أنت لأنك إنسان محترم عند الإسلام. إجا الإسلام حتى يبين هدفي أنت الإنسان. انظروا إلى قوانين الإسلام، كل قوانين الإسلام تصب في هذه الدائرة، كرامة الإنسان، سعادة الإنسان. انتوا شوفوا الإسلام عن شنو تحدث، الإسلام عن شنو تحدث يا شباب، بالخصوص انتوا هاي ليلة ليلة القاسم. الإسلام ما تحدث عن الصلاة والصوم فقط، يعني هاي الأمور العبادية، لا الإسلام صح تحدث عن القوانين العبادية، قوانين المعاملات، المعاملات بمعنى الكلمة من معنى، أي معاملة، أي معاملة تعملها الإسلام يخلي إيده، عنده قوانين في هذا الباب، باب المعاملات. في السياسة الآن صار عندنا كتب فقط فيها روايات السياسية في الإسلام. في الاقتصاد صار عندنا موسوعات فقط روايات اللي وردت من النبي وأهل البيت في الاقتصاد. تعال في التربية نظام إسلامي تربوي متكامل، صار عندنا كتب الآن والكتب التحليلية بعد إلى ما شاء الله، هذه كلها روايات الإسلام. في الإدارة، إدارة الآن في الإدارة مولاي الكريم جمعوا الروايات بالخصوص عن الباقرين الإمام الباقر والصادق إلى ما شاء الله صار عندنا، هذا كل تراثنا مدفون هنا في هذه المقادر. أنا المسلم شنو أعرف؟ مثلا خلي أقول لك مثلا، اليوم أنا المسلم الإسلام وضع لي قوانين في علم الاجتماع. الإسلام مثل ما نظم علاقتي أنا بربي، نظم علاقتي أنا كفرد بكم أنت المجتمع، صح ولا لا؟ ونظم علاقتك أنت مع إخوانك الآخرين. كتب صار عندنا، كتب كلها روايات في علم الاجتماع. علم الاجتماع الإسلامي أول قانون اللي هو المبدأ، بداية قانون الاجتماع، من وين يبدي قانون الاجتماع؟ قانون الاجتماع يبدي من هذه النقطة، إنما المؤمنون إخوة، يبدي قانون الاجتماع من هنا، إنما المؤمنون إخوة. زين أنتوا كلكم شطار وأنا متأكد لغتكم العربية جيدة، كلمة أخ مفرد جمعها شنو؟ إخوان. أكو جمع ثاني لكلمة أخ؟ إخوة. شنو الفرق بين الإخوة والإخوان؟ ما دام اثنيناتهم جمع لكلمة أخ، أخ جمعه إخوة أو إخوان، شنو الفرق بين إخوان وإخوة؟ ولا ماكو فرق؟ شو تقولون؟ أكو فرق. شنو الفرق؟ العدد. جيد، ما قدر أعطيكم مجال حتى الوقت لي داهمنا، بارك الله وأشكركم كل من أنتم تساهمون، أشكركم جزيل الشكر، وبينا إحنا في مدرسة ناخذ ونعطي وهكذا
حتى نعم نفهم الإسلام ونتشربه بشكل صحيح. أشكركم وأعتذر إذا ما أعطي مجال كثير. إخوة وإخوان جمع لكلمة مفردة اسمها أخ. اليوم أنا ليث الموسوي عندي مجموعة إخوان، ثلاثة من إخواني يوقفون يمي، ثلاثة من إخواني اللي من أمي وأبويا. في اللغة العربية أنا وإخواني من أمي وأبويا ما يصير تقول هذول إخوان، شو تقول باللغة العربية؟ تقول أنا إخوة. ليش؟ لأن إحنا كلنا أبونا واحد وأمنا واحدة. لكن أنا وجنابك، أنا وجنابك إحنا علاقتنا كلش متينة. إحنا مو إخوة أنا وياك، أنا وياك شنو؟ قاعد نتكلم عن اللغة العربية، أنا وياك إخوان. ليش؟ أنا أبوي غير أبوك وأنت أبوك غير أبوي. زين، الله شنو قال؟ الله قال إنما المؤمنون إيه؟ اللغة العربية غلط، بلا شك القرآن خب ما يصير يكون غلط. الله قال إنما المؤمنون بناء على قواعد اللغة العربية، إنما المؤمنون لازم شي يقول الله؟ إخوان. هذا أبوي غير أبوك مو هالشكل. لكن الله قال إنما المؤمنون إخوة. يعني شنو إنما المؤمنون إخوة؟ الله قال إنما المؤمنون إخوة، هذا أول قانون في قانون، أول قانون في علم الاجتماع الإسلامي. الله قال يعني أيها المؤمن يجب عليك أن تتعامل مع أخيك المؤمن كما تتعامل مع أخيك ابن أمك وأبيك. ما أروع القوانين الإسلامية. تتعامل ويا جارك ويا زميلك ويا صاحبك، تتعامل وياه مثل ما تتعامل ويا أخوك. إذا قاعد تمشي بالشارع وشفت أخوك حامل كيس ثقيل ما تروح تركض تساعده؟ إذا أخوك سقط على الأرض مو قلبك رأسا يفز تركض تروح تساعد أخوك؟ إذا أخوك في مشكلة ما تحس نفسك متألم تريد بأي طريقة حاجة أخوك تنقضي؟ الإسلام يقول نفس هذا الشعور تجاه أخوك ابن أمك وأبوك، إذا أنت مؤمن هذا الشعور لازم ينولد في داخلك تجاه كل إخوانك المؤمنين. أسألك سؤال، إذا بداية قانون الاجتماع في الإسلام هذا وعندنا آلاف القوانين، أنت احسب بعد هذا البداية واحسب آلاف القوانين، بالله عليك هذا النظام الاجتماعي في الإسلام نظام حلو يا مو حلو؟ ماذا أقول لك، متكامل لو مو متكامل؟ حلو يا مو حلو؟ اللي يبدي من هنا، يبدي من هنا يقول لك تعامل ويا الآخرين مثل ما تتعامل ويا أخوك ابن أمك وأبوك. اللي هيجي يحاول يقرب العلاقات، ما الإسلام يريد كل هاي الموانع اللي موجودة بيني وبين الآخرين يزيلها ويشيلها. دين جميل مثل هذا الدين مو حرام؟ هذا الدين قوانين تنام بهاي المقابر هنا مو حرام؟ مقابر الكتب مو حرام؟ الإسلام ينام بهاي المقابر؟ ما لازم نطلع؟ والبارحة قلنا الله وصى 124 ألف نبي بوصية واحدة، شنو كانت الوصية؟ لمن حافظها؟ أن أقيموا، أحسنت، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تدرون اليوم، اليوم يحذكر لكم كل شوية أعطيكم قصة ما أعطيكم يا مرة واحدة. تدرون اليوم، صلوا على محمد وعلى محمد شيخنا، تفضلوا. تدرون اليوم في مدرسة الإمام الحسين ما عندنا فقط قاسم واحد اللي عمره 13 سنة، لا عندنا أكثر من واحد. اليوم أكثر من واحد في مدرسة الإمام الحسين جائين من أجل إقامة دين الله. إحنا كبرنا ذاك اليوم قلت ما في إشكال واحد يأكل كاكاو، إلى الآن إحنا ندور كاكاو وبيبسي وشغلات. دول أطفال صغار، أطفال أطفال يركضون في ساحة المعركة مو لأنه يحب ينقتل أو يقتل، لا، ما دام دين الله لا يقف على قدمه إلا إذا أنا أعطي دمي. يتقدم واحد اسمه
قيل عبد الله وقيل عبيد الله. عبيد الله ابن مسلم ابن عقيل ذكرناه كم ليل. مسلم ابن عقيل عند ولد هذا عبد الله بن مسلم ايش كثر عمره؟ 14 سنة. أول واحد من الطالبيين لما استشهد أصحاب الحسين الدور وصل لمن؟ البني هاشم. أول واحد من بني هاشم كان عبد الله بن مسلم بن عقيل، هذا أول شهيد من الطالبيين، العمر 14 سنة. نزل إلى الميدان وهذا الرجل عبد الله هذا الطيب الطاهر التاريخ لما يحدثنا عنه، أنا قرأت عنه الشيخ المفيد مفصل الكلام فيه، هذا عبد الله طعم ابن مسلم بن عقيل كان يمتلك على صغر سنه يمتلك فد بسالة وقوة على صغر سنه في الحمل الأولى اللي هجم قتل أكثر من 78 من الأعداء، بطل كان بطل. بس يوم عاشوراء الدنيا حارة شمس وتعرفون هم مغبرين أصحاب الحسين وأهل بيته من يوم 7-8-9 وعاشوراء مي ماكو، والإنسان لما يكون عطشان والدنيا حارة عينه ما تشوف، فعمل إيده هالشكل يريد يمسح عرق جبينه وكذا، هي إيده هنا على جبينه واحد من الأعداء وجه له سهم، إيده هنا إجا السهم دخل في إيده، فشنو صار؟ ظلت إيده هالشكل على جبهته والسهم داخل، وداخل وين؟ إيده والجبهة، فظلت إيده هالشكل ما يقدر يحركها بعد. شال إيده الثانية شدي يسوي؟ مسك السهم يريد يجر السهم، هاي المنطقة شنو صارت؟ صارت مفتوحة، إجا سهم وفلش قلبه فطاح وسقط على الأرض. هذا أول شهيد من الطالبيين، العمر 14 سنة. الهدف من الشهادة إقامة دين الله، الهدف من الشهادة حتى يبقى الإسلام لليوم متحرك، الهدف من الشهادة حتى هذا القرآن لا يبقى مهجور، الهدف من الشهادة حتى اليوم أنا وأنت نصلي ونأذن ونلتزم بقوانين الإسلام. مثل هذول الأبطال، هذول كانوا فاهمين الإسلام. وجنابك إش كثر تفهم الإسلام؟ بمقدار فهمك للإسلام تقدر تصنع عظماء. إخواني الكرام، إذا ممكن حتى مرة ثانية ما نقول وكل ساعة يصير انقطاع، مرة واحدة ما دام أكو مجال تقرب، ورحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. اللهم صل عجل بارك الله فيكم حتى الوقت ليداهمنا على محبة الحسن والحسين الثانية. تقدموا بارك الله فيكم. على محبة الزهراء الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بمقدار ما تفهم الإسلام بهذا المقدار يصير بإمكانك أن تصنع عظماء. أهل البيت روحي لهم الفداء، هم الإسلام، فصنعوا عظماء. هذا عقيل، نعم عبد الله بن مسلم بن عقيل هذا واحد من العظماء. يأتيك الكلام الآن إن شاء الله بهاي الليلة شوية نسلط الضوء على هذول الشهداء الأبطال اللي كانت أعمارهم نعم بسن الزهور. فالإسلام، أرجع الإسلام اللي اليوم الحسين يعطي دمه من هنا، والإسلام تكون إلى ولادة جديدة. هذا اللهم صل على بارك الله فيك. هذا الإسلام العظيم، هذا الدين العظيم متشعب. قوانين الإسلام ما تقدر تعدها عاد. المجالات اللي الإسلام تدخل فيها وتكلم، ربما قبل ليلتين قلت لكم هذا وسائل الشيعة، المجلد الأول تقرأ من الجلد إلى الجلد فقط عن آداب الحمام. معقولة آداب الحمام؟ أروح الحمام شو أسوي جوا؟ أبطي شو أسوي؟ إلى كل الأحكام المرتبطة بالحمام كتاب بيكمل يتحدث عن هذا الموضوع. كم رواية من هذه الروايات نعرفها؟ ولا واحدة. ممكن الآن واحد يريد يمشط، الإسلام مو فقط تدخل إذا تمشط أقعد لا توقف، لا، حتى جنس المشط
هذه وسائل الشيعة مخصص باب كامل الإسلام. المشط إذا كان مثلا من العاج لما تمشط شنو من الفوائد تحصل؟ فوائد شغلات. اليوم هاي الأصباغ اللي نسويها أصباغ، مو الناس تشتري صبغ هندي تصبغ. كان الإسلام من ذاك اليوم من زمن النبي يهتم بمسألة الصبغ غير الحنة. الحنة كانت تسوي صفرة. ذاك اليوم أكو شيء اسمه الكتم يخبطوه مع شيء حتى، بس شنو مع شنو يخبطوه؟ مع الأسف أنا بحثت ما وجدت. ليش؟ لأن تراثنا موزع، وإلى يوم من الأيام عثرنا عليه. لأن يبدو كان الموضوع واضح فما كان يسأل النبي أو الإمام الصادق. النبي كان يوصي أصحابه وقت القتال مع المشركين، شنو كان يسوي النبي؟ يقولهم الأصحاب حتى الشياب منهم يعطيهم هاي المادة كتم ويخبطون معها شيء آخر، لما يصبغون يصير صبغ طبيعي، صبغ طبيعي بدون كيمياويات، يصير أسود اللحية، يصير سود الشعر أسود. ليش؟ النبي يقول أولا هذا جمال، جمال لك. ثانيا النبي يقول لما تنزل للميدان اللي صاحبك وصديقك لما يشوفك دائما مرتب وحلو اللي يحبك يا يفرح، قال الله هذا صاحبي ما شاء الله بحيله بقوته. وانت نازل للميدان عدوك لما يشوفك ايضا يقوم يخاف، يقول هذول خصمي كلهم شباب ما بيهم شايب. واضح؟ الاسلام كلش دقيق. الخلطات وما ادري شنو، اليوم النسوان يدورون خلطات بخصوص بلادنا هناك، كريمات وش اسوي ما اسوي، والله بهاي الكتب موجود. يشترون بعض الشباب يشتري كتب رومانسيه، في الرومانسيه بين الزوج والزوجه راجع الروايات باب الحقوق، حقوق الرجل والمراه، وشوف الرومانسيه في الاسلام شو تحصل من اجر وثواب. اذا الرجل شال الماء يشرب زوجته، اذا نعم اخذ المعلقه وشال الاكل وكل زوجته. هذا جزء من تخصص المسائل الحقوقيه. الان ما اريد افتح هاي الملفات، فقط اريد اعطيك اشارات. اريد اقول لك هذا الاسلام اللي قتل من اجله الحسين، والله اذا هذا الاسلام ما كان يستاهل الحسين ما كان نعم يرخص دمعه. اعتدنا للاسلام لان هذا الاسلام يستاهل انه مثل الحسين يقدم دمه حتى يبقى الدين قائم. هذا الاسلام ما لازم نفهمه اخواني الكرام. اليوم اباء امهات انتوا الشباب الان ما تدرون، المتزوج ما يدري، باكر تكبر انت ما تدري. مثل امك وابوك شافوا سماحة الشيخ وشافوا نعم فلان، يجون يسألون يشتكون. ابني ما اقدر اسيطر عليه، ابني قاعد يفلت من ايدي، ابني ما يسمع كلام، ابني ما يصلي، ابني ما يصوم، ابني كذا، ابني ياكل بالمطعم الفلاني مثلا. هذا الولد اللي نعم فلت من ايد الام والابو، ليش فلت؟ لانه الاسلام رسم دائرة سماها شنو؟ النظام التربوي الاسلامي المتكامل. زين الاسلام لما خلى قوانين، انا ما اقدر اشرح لك كل القوانين، لا والله، لانه ما اقدر افتح كل هاي الملفات بهاي العجالة واريد اوصل للقاسم، لكن اعطيك اشارات. اسمع رجاء، والحمد لله مجلسنا هنا اكثركم شباب اللي ما متزوجين، واعرفكم ان شاء الله بركة القاسم ابن الامام الحسن، الله يرزقكم زوجات مؤمنات عفيفات طاهرات طيبات ولودات، وان شاء الله تصيرون اباء. واللي ما عنده ذريه، بعض الاعزاء اللي كلموني، اسال الله بحق القاسم المجتمع ان يرزقهم الذريه الصالحه الطيبه المؤمنه اللي يكونون في خط القاسم ابن الامام الحسن. اسمعوا يا شباب رجاء هذا المعنى. الإسلام وضع قانون متكامل للتربية، بس تدرون هذا القانون المتكامل، هذا المخطط الإلهي لتربية الطفل من وين يبدي؟ تدرون القانون التربوي في الإسلام من وين يبدي؟ شو تقولون من وين يبدي؟ نعم، قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ نعم، قبل الزواج. أحسنتم. يوم اللي ابنك هو نطفة في صلبك، هو بعد قطرة مني هنا في صلبك، الإسلام يخلي قوانين تربوية. الإسلام يقول ترى ابنك
مو بس لما يجي للدنيا انت تريد تربيه وشلون تربيه. الاسلام يقول اكو مقدمات، اذا هاي المقدمات درتوا بالكم عليها لما يجي ابنك بعدين حتربيه تربيه زينه. شنو المقدمات؟ الله يقول لما تريد تتزوج اختار لأم صالحة. ليش؟ لأن الأم البارحة تحدثنا لاحظ الأم الصالحة تأثر يوم تأثر تأثر. الأم الصالحة اللي تريد ترضح قبل ما ترضح، أصل هو الآن هذا الطفل صار في رحم هذه المرأة الصالحة. من القوانين التربوية للطفل في الإسلام، الإسلام يعطيك قائمة لمن تعطيها؟ تعطيها للمرأة. الإسلام يقولها أنت المرأة الحامل، ما دام حامل بهذا الولد شو تسوين؟ العلماء اليوم اكتشفوا، اليوم أقصد يعني بهالسنوات المتأخرة، بهالسنوات اكتشفوا بأن الجنين في بطن أمه أولا يسمع صوت شنو؟ حركة الدم في العروق. ثانيا الطفل يسمع صوت دقات أمه، دقات قلب أمه. ولهذا ذاك الرجل سأل الإمام الصادق قال له أنا رزقت بولد أمة ترضع من جهة اليمين أو من جهة القلب أول أيام اللي يجي بالدنيا؟ الإمام قال من جهة القلب. اليوم بعد 1000 وكذا سنة سووا دراسات على 2000 طفل، 1000 طفل راضع من جهة اليمين و1000 طفل من جهة اليسار. شافوا الطفل اللي أول ما يجي للدنيا ويرضع من جهة اليمين، شافوا هذا الطفل لما ينام يكون معصب، على ساعة يقعد مخترع، مدة النوم مالته قليلة. ذاك اللي يرضع من جهة القلب أول ما يجي للدنيا ينام أهدى، ينام أطول، ينام أكثر. لما يقعد ما يقعد مخترع مثل ذاك الطفل اللي راضع من جهة اليمين. جو العلماء درسوا ليش؟ ليش؟ قالوا هذا الطفل لأنه لما يطلع من بطن أمه عالم جديد، فهو يخاف مضطرب. لما الأم تخليه على جهة القلب يسمع الصوت اللي كان يسمعه يوم اللي كان في بطن أمه، صوت القلب، فيسمع الصوت يهدأ، ولهذا ينام أحسن من ذاك اللي يرضع من جهة اليمين مع ولادته. الإمام الصادق يقول كلمة واحدة وخلاص، كلمة. شاهد كلامي كان هنا، الطفل يسمع صوت دقات قلب أمه. بعد اكتشف العلم الحديث أنه الطفل الجنين يسمع صوت ذبذبات صوت أمه إذا تكلمت، يسمع الصوت. لأن يسمع الصوت، النبي شنو قال ذاك اليوم؟ هاي من جملة التعليمات للمرأة الحامل. الإسلام شنو قال؟ النبي قال المرأة الحامل خلي تقرأ قرآن، هذا أولا. ليش تقرأ قرآن؟ ذاك اليوم ما يفتهمون أنه النبي يقول ترى الجنين بالبطن يسمع صوت ذبذبات أمه. هاي الأم اللي تقرأ قرآن مثل ذيك الأم اللي تغني، هاي الأم اللي لسانها استغفر الله الحمد لله الشكر لله مثل ذيك المرة من لسانها طويل وكلها تقول كلام وسخ ومو زين، نفس الشيء. النبي يقول نظامنا التربوي في الإسلام يبدي منها، هذا بعده بالبطن، ما بطن أمه. الإسلام يخلي قوانين ويعلم شلون نربي أولادنا. لازم مولاي الكريم كان عندنا عظماء في تاريخنا، تدرون علماء كبار أمهاتهم لما يرضعوهم حولين كاملين، هاي الأخوات يسمعون إن شاء الله، حولين يعني سنتين كاملتين أمهات يرضعون أولادهم، أولادهم صاروا علماء كبار. تدرون هاي الأم ما ترضع ابنها سنتين حتى نص الليل أيام قبل الدنيا باردة إلا تتوضأ، نص الليل تبعد نعسانة تقوم تتوضأ إلا ترضع ابنها، يعني ترضع ابنها كله على طهارة. مثل هاي الأم إذا طلع ولدها عظيم من العظماء نستغرب. أنتوا الشباب اللي باكر راح تتزوجون، النبي قال اختاروا لنطفكم، كن دقيق في اختيار الزوجة، اختار زوجة صالحة تساعدك. تساعدك في شنو؟ تساعدك حتى تقدر نعم توجد هذا العظيم من العظماء اللي يكون نعم ذخر إليك في الآخرة، يبين وجهك أمام الله في يوم القيامة. ف
فقوانين الإسلام التربوية فيها مقدمات عود بعد كل هاي المقدمات، وأكو أشياء بعد ما أقدر أقولها هنا على المنبر. أنت تتزوج الإسلام يتدخل يجي يقدم لك قائمة، أنت الرجل يا ساعة يا يوم، الصبح الظهر العصر بالليل ليلة عيد ما أدري كذا، هاي الساعات الأيام الإسلام يقول لك بهاي الساعة تقترب زين ولا مو زين. حتى هذه الإسلام متكلم فيها، أنا عندي محاضرات متكلم فيها عن هذه القضية، طبعاً إشارات معطي في بعض المقاطع مبين أنه الساعات المستحبة تقدر تقارب زوجتك، الساعات المكروهة، هاي الساعات المكروهة إذا صار تقارب وانعقدت النطفة ابنك شي يصير فيه. شايفين بعض الأحيان ممكن تطلع برا تشوف واحد عنده 6 أصابع، هذا بهاي الروايات النبي يقول تدري هذا ايش عنده 6 أصابع؟ لأنه أبوه وأمه في الليلة الفلانية في الساعة الفلانية بالحالة الفلانية، ما أقدر أنا أفصل هاي الرواية، بالحالة الفلانية تقاربوا الابن طلع هالشكل، وبالعكس يطلع حافظ للقرآن أو يطلع عالم. الساعة اليوم الوقت كيفية نعم الاقتراب، هاي كلها الإسلام مخصص لها مساحة. أنا قاعد أقول لكم هذا حتى تعرفون، أكرر الحسين نعم أعطى دمه حتى هذا الدين العظيم يبقى قائم على قدمه. الحسين مو بلاش قدم دمه للإسلام. الآن الولد إجا إلى الدنيا، الإسلام شي يقول؟ يقول اطلب العلم من وين؟ تكلم وصار قرار، احنا بمدرسة، اطلب العلم احسنت من المهد، اوقف هنا هذا الطفل بالمهد شو تعلمه؟ والله هذا الطفل، هذا الطفل بالمهد شو تعلمه؟ الاسلام يقول اطلب العلم من المهد، شو تعلمه للطفل؟ اكو قضية هذا في علم المنطق السوين كان احنا ما عندنا شغل فيها، لأنه الإسلام قد يخالف هذه النوع. الإسلام يقول العلم، الإسلام يقول العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ولكن علماء المنطق علم المنطق تقريبا 2000 وكذا سنة قبل الإسلام كانوا موجودين، أيام أرسطو وغيرهم، في علم المنطق لما يعرفون العلم شو يقولون؟ يقولون العلم انطباع صورة الشيء في الذهن. اليوم انت جنابك تعرف ليث الموسوي، الان انت بعدك ما شايفني، انا ورا الباب اتكلم، انت تسمع صوتي شدو تقول هذا منو؟ هذا ليث. انت عندك علم الغيب قلت هذا ليث، انت ما شفتني شلون عرفت انا ليث؟ زين صوتي شلون ميزت صوتي عن صوت الاخرين؟ لان يوم اللي عرفتني وسمعت صوتي، صوتي إلى صورة صار وين؟ في ذهنك. أقول لك عسل تقول لي حلو، أقول لك إيش دراك حلو؟ تقول لي لأن صورة حلاوة العسل والموضوع العلم، أي معلومة تتعلمها هي صورة وين صارت؟ انطبعت، صارت كوبي وين؟ داخل الذهن. زين هذا الطفل وهو صغير أول أيام عينه ما تشوف، لكن إذانه يسمع فيه وما يسمع، خشمة يشم فيه وما يشم. تدرون عندنا لستة كاملة للي يتزوجون في الإسلام، قوانين تربوية، تريد ابنك يطلع مثل القاسم مثل العباس، لو تطبق القوانين، لو لا تقول أريد ولد مثل العباس، قول أريد حي الله ولد. قائمة لستة، دير بالك الإسلام يقول، يقول ابنك داخل الغرفة، ابنك اللي صار له تو أسبوعين شهر جاي للدنيا، دير بالك تقترب إلى زوجتك تسوي الشيء وابنك داخل الغرفة، لا تقول هذا صغير. إذا صار شيء وهذا الطفل بالغرفة وتكررت هاي القضية، هاي موجودة باللستة بالمقابر تقدرون تبحثون فيها، أو إذا صار مجال إحنا إن شاء الله مع بعض ننبش بعض المقابر ونطلع هاي الجواهر المدفونة هنا في بطون الكتب. الإسلام إلى هذه الدرجة دقيق، ويبدي وياك خطوة 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 خطوة. أجل الإمام علي قال اتركه سبعا في مجال التربية، اتركه سبعا أيها الأب، ابنك 7 سنوات اتركه، مو يعني اتركه عيفة،
لا لا اتركه عنده غرائز في داخل هذا الطفل، عنده غرائز. هاي الغرائز يعني شنو الغرائز؟ يحب يصعد على الطاولة، يحب يأخذ الأقلاص على ساعة كسر مثلا، يحب يصعد على الدرج كذا. أنت تقول هذا ابن شيطان مدمرني، تقوم تكفخه اسكت كذا. بس الحمد لله بهاي الدول شوية القانون الناس تخاف ممكن ما تضرب كذا، عما تروح مثلا بلادنا عادي شاله وحيل ضربه على الأرض كلش طبيعي. صحيح ضحكت ممكن أكثرنا مرنا بهاي الأمور. صحيح على كل حال، فمولاي الكريم الإسلام يقول، الإسلام يعني الإيمان أمير المؤمنين يقول اتركه سبعا. إذا راد يشبع غرائزه أنت تنصحه تعلمه، لكن إذا عمل عمل لا تضربه. ليش؟ لأن النبي يقول في السبعة سنوات الأولى ابنك أمير وأنت الأب وزير. من يسمع كلام منه؟ الوزير يسمع كلام الأمير، يا الأمير يسمع كلام الوزير. الوزير الإسلام يقول للأب أنت وزير وابنك هو الأمير، فأنت تركض وراء وتدير بالك عليه وهو يدير باله عليك. هو بعدين لما يكبر، البارحة قلنا يقوم أنت الأب وتمشي هو يمشي خطوة وراك، ما يتقدم أبوه حتى بعدين، بس أنت وصغير الإسلام يقول هذا الولد هو الأمير والأب هو الوزير، هو اللي يركض وراء ابنه يدير بال. اتركه سبعا يعني شنو؟ يعني ابنك عنده غرائز خليه يشبعها. الأب يقول لا أضربه ما أخليه يشبع الغرائز مالته. الإسلام يقول له أنت حر، لكن إذا ضربته وما شبع غرائزه هذا الطفل باكر لما يكبر رح يطلع معقد، بعد ما يعرف يسوي علاقات اجتماعية، ما يعرف يسولف، شخصيته تصير ضعيفة، شخصيته ممرودة. ليش؟ لأن هو صغير إذا أتحرك ضربته، إذا راد يتكلم قلت له اسكت، هذا أنت كسرته. بعد لما يكبر هذا ما ممكن يتحول إلى إنسان ذو شخصية قوية، ما يقدر يكون إنسان قائد يقود مجتمع، ما يقدر، لأن أنت كسرته وهو في أرضه بعد صغير وأنت كسرته. بس اتركه سبعا مو معناته لا تعلمه ولا شيء، خلي بس يلعب. الإمام الصادق يجي يقول صار عمره 3 سنوات علم لا إله إلا الله، صار عمره 5 سنين خطوة خطوة، في كل خطوة بدون ما تشد عليه. شوين هالأطفال يروحوا المدرسة الابتدائية هيك فري ماكو يسقط وكذا، يلعب ويلعب وباللعب يتعلم. الإسلام يقول 6 سنوات خلي الطفل مرتاح. البارحة قلت لكم في هاي البلاد أكو خضوع للإسلام، خضوع للقرآن. والله أنا هذا بحكم تخصصي أتكلم، رحت إلى أوروبا جيت إلى كندا، والله قوانين الإسلام اللي درستها أشوف بعضها هنا تتحرك، والله العظيم قوانين الإسلام. ولذا قلنا البارحة الإمام علي يقول الله الله بالقرآن شنو؟ لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. وقلت لكم إحنا سردنا من بلادنا، ليش؟ لأن القرآن هنا قام يعملون فيه، أما في بلادنا القرآن ما يعملون فيه، فشردنا منها كجينا هنا لأن شفنا قوانين القرآن هنا قاعد تتحرك. على كل حال اتركه سبعا، 7 سنوات عيفة، صار عمره اليوم 7، أخلص بدقائق بعد الوقت ما يسمع. وحضورهم أيضا السادة المشايخ العلماء عذرا منكم أيضا عذرا. فمولاي الكريم صار عمره 7 سنين، الإمام علي شي يقول؟ يقول وأدبه سبعا، من 7 إلى أن يصير عمره 14 سنة. الإمام يقول فرصتك القوية أيها الأب بهال7 سنين. ليش بهال7 سنين؟ ليش؟ الإمام علي يقول ابنك 7 سنين، 7 8 9 10 11 12 13 إلى أن يوصل 14، من 7 هو بعده صغير ما يقدر يعتمد على نفسه، يحتاج شنو؟ يحتاج سند. منو سنده؟ أبوه. يحتاج ظهر يسانده يدافع عنه يلتجئ له. الإمام علي يقول هذا الطفل باعتباره يحس نفسه ضعيف وبحاجة إلى سند، أنت لو شوية شديت عليه هو ما يقدر يهرب من عندك. ليش؟ لأن هو بحاجة إليك. الإمام علي يقول هذه فرصتك، هنا نعلمه، هنا نثقفه، هنا نزرع العقيدة،
علمه حلال وحرام، جيبه حسينية وديه مسجد، ولكن إياك أن تضربه، ولكن إياك أنه تستخدم معه أسلوب تخليه غصبا عليه السيجي يصير عمره 14 سنة من وراء تصرفك أنت الأب الخاطئ، صار عمره 14 سنة قال باي باي يا حسينية، لا أريدك ولا أشوف شكلك. ليش؟ لأن جبت مرغما على يعني رغما على أنت، لا استخدم الأسلوب. واحد يقول للإمام علي أضربه، هذا بروحه في ملف الإمام علي يتحدث أنه من 7 إلى 14 إذا الطفل كان عنيد شلون نضربه، مستوى الضرب. أصلا الإمام علي الإسلام ضد الضرب نهائيا، هذا ملف بروح الآن مشاهد كلامي. زين صار عمره 7 علمه، إجا واحد عند الإمام وشوف لما تعلمه، شوف الإسلام أقول لك إيش كثر دقيق، ماكو حتى زوايا قد ما تجي في البال الإسلامي ينتبه لها. إجا واحد عند الإمام الصادق قال له سيدي ابني إيش قد يصير عمره وأعلمه على الصلاة؟ قال له أنتوا إذا أبنائكم صار عمرهم 7 سنوات علموهم على الصلاة، بس إحنا أهل البيت إذا أبنائنا صار عمرهم 5 سنين نعلمهم الصلاة. ابنك إذا صار عمره 9 سنوات دربه على الصيام، لكن إحنا إذا ابننا صار عمره 7 سنوات ندربه على الصيام. قال له ابن رسول الله ليش ابنك 5 سنين يصلي وابني 7 سنين؟ ابنك 7 سنين يصوم وأنا 9 سنين ابني أدربه على الصوم، ليش؟ شوف الإسلام جد دقيق. فهو صادق قال له لأنه ابني اللي ساكن في بيتي أبو الإمام الصادق، لكن أنت ابنك مو الإمام الصادق. الآن واحد أبو الإمام الصادق مثل اللي أبو ليث، البيت اللي بيه الإمام الصادق وأهل البيت، والإمام الصادق يعني شنو بيته؟ بيته يعني مكان العلماء. هذا الطفل اللي ينشأ في بيت الإمام الصادق ويا العلماء مثل اللي ينشأ ببيت ليث الإنسان العادي، الجو يأثر. فذاك الطفل في بيت الإمام الصادق من 5 سنين مهيئ يتعلم الصلاة، لكن ابني اليوم يصير عمره ممكن 15 سنة بعد غير مهيئ، مو يصير عمره 7 سنين. الإسلام دقيق إلى هذه الدرجة. زين غذيته 7 سنين علمته، صار عمره 14 بعد يحلم من الموضوع، صار عمره 14 سنة. الإمام يقول إذا صار عمره 14 سنة دير بالك أيها الأب، دير بالك تصرخ بوجهه، دير بالك تضربه، دير بالك تكلمه بقساوة. ليش؟ الإسلام شي يقول؟ يقول لأنه لما صار عمر ابنك 14 سنة، اسمعوا من عندي شباب، الإسلام يقول هذا لما صار عمره 14 سنة شي يسموه سبعة؟ أحسنت، يسموه مراهق. المراهق يعني شنو؟ أكو قوة في داخل جسمك، وحدة اسمها عقل ووحدة اسمها عاطفة، أعطيها أرقام من 1 إلى 100، يبلشون اثنيناتهم مع بعض يبلشون بالحركة، ينفجرون في داخلك العقل والعاطفة. العاطفة توصل إلى رقم 100، العقل وينه؟ رقم 10، رقم 15، والعاطفة واصلة 100 ومنتهي منتهية. ولهذا أكثر الناس يصيرونهم 30 سنة بالثلاثينيات وتوه يريد يعقل شوية كذا، يقولون تحب ترجع يصير عمره 15 سنة؟ يقول إيه، مو على مود حتى أعيش من جديد، لا، يا ريت يصير عمري 15 حتى الأخطاء اللي صدرت مني ما أعيدها بحياتي، حتى فلان عمل ما أسوي، فلان عمل ما أسوي، فلان عمل اللي سويته الآن متأسف علي، أبوي قال لي، السيد قال، الشيخ قال، فلان قال، ما سمعت كلام، يتأسف. ليش؟ لأن يحيشوف كل عمله كان مبني على العاطفة، ما كان مبني على العقل، لأن عقله توه ورا 30، عقله قام توه يريد يعبي يعبي حتى يوصل يصير عمره 40 سنة حتى عقله يكتمل يوصل لدرجة 100. ولهذا السبب قالوا منو هذا المراهق الموفق؟ المراهق الموفق منه؟ قالوا المراهق الموفق هو اللي يفتهم بأن عاطفته أقوى من عقله، يعني يدري أنه أنا ما أقدر أخذ قرار سليم 100%،
حتى أكون موفق شنو؟ أسمع كلام الأكبر مني. هذا المراهق اللي يسمع كلام الأكبر منه لما ينصحه، مثل هذا لما يصير عمره 30 سنة يقول له تحب ترجع يصير عمره 15، يقول لا، لأن أنا مشيت بشكل صحيح، لا رحت يمين ولا رحت شمال، الآن صار عمري 30، الآن صار وقت إنتاجي، الآن أريد أنفجر، أريد نعم أخدم، أقدم خدماتي، ما يرجع لي وراء، أريد أتقدم. ليش؟ لأن حركته في الحياة كانت صحيحة. أرجع حتى يذكر الكلمة الأخيرة، الإمام يقول شنو إذا صار عمره 14 سنة؟ يقول وصاحبه سبعا. شنو صاحبه سبعا؟ أسألكم سؤال، قبل شوي نتكلم ويا الشباب، الآن أول شيء نتكلم ويا الآباء الله يحفظهم. كلكم كنتوا شباب، صارت في حياتكم يا آباء وانتوا الآن يا شباب هم بعدين، صار في حياتكم أنه أنت عندك صديق مقرب إليك، أكو أشياء تقولها لصديقك ما تقولها لأبوك؟ صايرة ما صايرة؟ والله صايرة مو زين. أنا ليش أكو شغلات أسرار عندي؟ ليش أصير كتاب مفتوح قدام صديقي ولكن أنا كتاب مغلق قدام منه؟ قدام أبوي. يعني بكل بساطة، غير أشوف هذا صديقي أقرب من أبوي ولا لا؟ أكو غير هذا بعد؟ صديقي هذا أقرب من أبوي، ولهذا السبب أنا كل شيء أقول لصاحبي بدون ما أنحرج، لكن أكو حدود بيني وبين أبوي. الإمام علي عليه السلام يقول إذا ابنك صار عمره 14 سنة أيها الأب وصاحبه سبعا، يعني شنو؟ يعني لا تخلي يروح يدور صديق حتى يصير كتاب مفتوح قدامه. أنت مد إيدك، أنت صير صديقه حتى يصير كتاب مفتوح قدامه، لأن إذا راح صار كتاب مفتوح قدام صديقه لعله يستشير صاحبه، وصاحبه ما يفتهم، يوجه ابنك بالاتجاه الخاطئ. لكن لو جاء عندك وصار كتاب مفتوح، انت ابو، انت عندك خبرة حياتية، انت تمتلك حب شديد لابنك، يا حتوجهه بالشكل الصحيح. اذا ابنك المراهق يا حيضيع ابدا، يروح يمين وشمال ابدا. ليش؟ لان انت سمعت كلام الاسلام، لان سمعت امير المؤمنين يقول وصاحبه سبعا. بعد ماكو مكان وين اجيبهم، بارك الله، بس ما ادري بيها المجال على السريع، انتوا قاعدين تتقدمون. يلا ذكر رحم الله من ذكر القائمه من آل محمد، تقدموا رجاء بسرعه، لان بعد خلاص الوقت ابدا ما يسمع. صلوا على محمد، بارك الله فيكم. حتى الله عز وجل ان شاء الله يسجلكم هذه الليله في سجل خدام القاسم ابن الإمام الحسن، هدية للقاسم ابن الإمام الحسن المظلوم. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، إذن صاحبه سبعا، صير صاحبه حتى شنو؟ حتى أنت تكون الموجه لابنك. هذا وغيره إلى ما شاء الله. شوف الآن إيش كثر، نصف ساعة قاعد نتكلم على ثلاث كلمات: اتركه سبعا، أدبه سبعا، صاحبه سبعا. ويشهد الله أكو قصص وشواهد وكلام بلعته، وأنا نص ساعة قاعد أتكلم على ثلاث كلمات، إيش قد تأخذ سطر حتى سطر ما تصير. هاي الكتب كلها إذا كل سطر يحتاج لساعات تتكلم عنه، إيش قد نحتاج وقت حتى نفهم ديننا؟ سنين. والوقت بصالحنا يا ضدنا الوقت؟ الوقت ضدنا، كل يوم قاعد تخسر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، الواو وقسم، الله يقسم قسما بالعصر. والعصر إن، وإن في اللغة للتأكيد، والعصر إن الإنسان أخي لفي خوص. يعني أنت بكل لحظة قاعد تخسر. إيش قاعد تخسر؟ قاعد تخسر رصيد العمر. الله مخصص لي أعيش 60 سنة، اليوم صار عمري 38، باكر 39، يعني كل يوم أنا قاعد، مو كل يوم، غمض فتح بهذا المقدار. إن الإنسان لفي خسر،
قاعد يخسر رصيد ليلة وضحاها. ها 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 ها. الإمام علي يقول وطالب للدنيا قاعد يركض ورا الدنيا وطالب للدنيا والموت يطلبه. الموت قاعد يركض ورا على ساعة كي بس أقول له وين بسك ركضت خافي خلاص انتهى كل شيء. ها كبسة افترسه وإكله. لما إكله النبي يقول يجيبون جنازته هذا طالب الدنيا كان يركض ورا الدنيا خلوه على خشبة غسلوه وتشفنوه بعد صار جيفة بعد من يتحمله. هذا الابن اللي عمري أنا الأبو داير بالي عليه وندلله وكبرته هو هذا ابني يقول له تعال نام يوم جنازة أبوك ساعة. هو لا لا لك بابا هذا أبوك اللي عمره كله يحرمك تعال نام يوم أبوك. يقول لا بابا هذا أبوك مو بوع كل ما في الأرض جسد بلا روح. لا ما أقدر. يخاف وبعدين هو يشيل أبوه ويذبه وين يذبه بالحفرة ويدير التراب على أبوه بس الأبو هو ومحمول وكان يركض ورا الدنيا. النبي شي يقول أنا وإنت ما نسمع ولا نشوف لكن اللي بصره حديد وأبوه الغيب كل مكشوف قدامه يشوف ويسمع. النبي يقول تجي هاي الروح وين هو محمول لا إله إلا الله. النبي يقول تجي الروح ترفرف على النعش هاي الروح تتكلم أنا وإنت ما نسمع. النبي شو يسوي يسمعنا. النبي يسمعنا يقول هاي الروح ترفرف على النعش ماذا تقول تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. أخذوا عبرة مني البارحة أمشي على طولي وأضرب وأسوي واليوم غصبا علي محمول على الأكتاف وقاعد تأخذوني إلى الحفرة. وهاي الحفرة يعني شنو هاي الحفرة يعني بداية عالم جديد يعني مع السلامة يا دنيا يعني هاي الآخرة بوابة الآخرة يعني البرزخ يعني منكر نكير يعني حساب يعني تعال ايش سويت يعني اليوم حساب ولا كل هذا رح يبدي من هذه اللحظة. وهذا مسكين ابن آدم بهاي الحفرة الضيق. تعالوا خلنا نرجع لمن للإسلام اللي هذا الشهر شهر الإسلام شهر الحسين خلنا نرجع للإسلام. اليوم خلنا نروح الكربلاء نشوف عظماء مثل الإمام الحسن عظماء مثل الإمام الحسين. الآن تقول لي هذول يا أئمة شوفوا أيضا أصحاب الحسين وإن شاء الله يوم عاشوراء لما نقرأ المقتل يعني تشوفون مثل هذول الصغار أميري حسين. شوف الأدب حتى ما جاب اسم أبوه ما قال أبوي جلاد الأنصاري ما قال أنا ابن جلاده. الأدب أدب بعده صغير لكن لما يريد يتكلم بأدب. ليش لأن أبوه علمه لما توقف بحضرة الإمام بعد لا تقول أنا فلان وأبوي فلان. لما توقف بحضرة الإمام فأنت خادم وهذا أميرك فينزل طفل أميري حسين ونعم الأمير. هذا إن شاء الله يوم عاشوراء نذكره. لكن وهذا ما كان ابن معصوم لكن أبوه كان رجل شنو عاش ويا المعصومين تأثر بالمعصوم فربى ولد مثل هذا الولد العظيم. اليوم مو فقط نعم مثل حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وبرير ودريد وغيرهم. اليوم مولاي الكريم شباب عبد الله بن الإمام الحسن. اليوم مو بس القاسم يستشهد يعني أقصد اليوم يوم عاشوراء لا الإمام الحسن كان عند الحسن ابن الحسن المعروف بالحسن المثنى. هذا نزل بالميدان وقاتل قتال الأبطال لكن ضربوه بالسيوف وسقط على الأرض ولكن كانت إرادة الله أن تحفظ الحسن المثنى ما مات. وفيما بعد أكو تفصيل منه اتدخل وعالجوه وعاش إيش كثر عاش قرابة 85 وقيل 90 سنة عاش. اتزوج منه بعدين اتزوج فاطمة بنت الإمام الحسين فاطمة بنت عمه هو الحسن ابن الإمام الحسن ابن علي مو وجدته منه السيدة الزهراء
وفاطمة بنت الإمام الحسين ابن أمير المؤمنين علي من أمه، كذلك الزهراء. فهذا كان أول زواج، وأنتجوا وها فاطمة بنت الحسين والحسن المثنى، هذا نسبهم أولا. اثنيناتهم كانوا بكربلاء، اثنيناتهم شافوا كربلاء ومصائب كربلاء، الصور ظلت هنا في نعم ذاكرتهم، وأنتجوا ذرية صالحة. لما تقرأ التاريخ إلى صاحب معركة فخ، القصة المعروفة اللي عارفيها في قصة فخ الحسين بن علي، وكل الثورات الحسنية أولاد الإمام الحسن، كل الثورات اللي صارت في تاريخ بني أمية وبالتحديد بني العباس، كانوا من هذول الاثنين، الحسن المثنى الجريح في يوم عاشوراء وفاطمة بنت الإمام الحسين. زين، الإمام الحسن عنده ابن آخر، ايش قد عمره هذا الولد؟ عمره 11 سنة. الحسين قبل ما يخرج في الوداع الأخير أمر أخته الصديقة زينب أن تحبس، بتحبس مو يعني تربطه، هي خيمة ايش تحبسه؟ لا، أمرها أن تحبس نعم عبد الله، يعني تدير بالها عليه أنه هذا الولد لا ينزل للميدان، لا ينزل للميدان، مفجوع الولد، شاف إخوانه راحوا وكذا. الحسين راح، وهذا عبد الله في الخيمة قاعد عينه على عمه، عينه على عمه، وشاف التفاصيل اللي بعضها اليوم عاشر يجي. وعمه الحسين صار على الأرض، دمه قام يغلي، عبد الله بن الإمام الحسن عمره 11 سنة، دمه قام يغلي على ساعة، هرب من عمته زينب وركض داخل الميدان، ركض داخل الميدان، وصل عند عمه الحسين، والحسين في أصعب حالاته، في أصعب حالات الحسين يروح الفداه وينزف دم، لكن الآن كل شوية يقوي نفس الحسين، حتى هذا الصغير اللي جاي هذا إلى كرامة. المهم إجا هذا الولد الصغير قاعد العمة، إجا لعين من اللعناء شال سيفه يريد يضرب الحسين، لأن قلت لكم كان يجي أي واحد يجي يحاول يطعن الحسين أو يضربه يروح الفداه، إجا هذا اللعين يريد يطعن الحسين يضربه بالسيف، إيش سوى عبد الله؟ عبد الله شال إيده هالشكل، شال إيده، بعدين كلمه قال له ويلك يا ابن الخبيثة، أتقتل عمي الحسين؟ هذا نزل السيف، هذا خال إيده حتى السيف لا يوصل للحسين. السيف إيش سوى؟ السيف قطع عيد عبد الله اللي عمره 11 سنة، قام ينزف دم من حلاوة روحه، وين راح؟ اجى نام على صدر الحسين، هو نام على صدر الحسين، حرمل اللعين وجه له سهم وذبحه على صدر الحسين. ليش تباوعني حبيبي؟ ليش تباوعني؟ ما تروح الكربلاء اليوم؟ روح الكربلاء عفي بيه، ذبح هذا الولد وين؟ على صدر ابي عبد الله الحسين. الان انا اريد اعطيك صوره، اريد اقول لك كل هذول اللي استشهدوا مظلومين، لكن مثل الحسين مظلوم شفتوه؟ هي عفية بيكم اليوم، حركوا لي المجلس، انتو الشباب اليوم يومكم، يوم مباشر يومكم، انتو الشباب عفية بيكم، بارك الله فيكم. وهناك صور اخرى واخرى كثيرة في كربلاء، هاي الصور لهؤلاء الاطفال اللي وقفوا نعم مثل هذه المواقف العظيمة في يوم عاشوراء مع الامام الحسين عليه السلام. وكان أحد هذول الأعزاء منه القاسم بن الإمام الحسن المجتبى، لكن القاسم كان إلف الخصوصية، القاسم المؤرخين يقولون كان أشبه الناس خلقا وخلقا بأبيه الإمام الحسن. الإمام الحسن النبي يقول أين جمال يوسف من جمال ولدي الحسن، يوسف بكل جماله، النبي يقول وين يوسف عن جمال الحسن. لذا يقول حميد بن مسلم، يقول لما نزل القاسم يقول شفت كأنه القمر نازل للميدان، بني هاشم كلهم أقمار، بني هاشم كلهم أقمار، نعم العباس سيدهم ولكن كلهم أقمار، كلهم شجعان، كلهم أبطال. والقاسم كان وديعة الإمام الحسن، ويذكر نعم لأن شبيه أخوه الحسين، ينظر إلى وجه القاسم يتذكر أخوه المظلوم.
الله يقول الراوي قتل أهل بيت الحسين، قتل أصحاب الحسين وأكثر أهل البيت أيضا قتلوا واحد تلو الآخر بشكل سريع. خيام الحسين تفضى فقط نساء وأطفال. الله أكبر. الآن أريد أقرأ لك شوية وتأخذ قلبك تروح إن شاء الله عند القاسم، تروح إلى كربلاء وإن شاء الله مهجورين جميعا. غمض عينك، افتح عين قلبك، بارك الله فيكم. قال الراوي: بعدما قتل أصحاب الحسين وأكثر أهل بيته، ما لك شغل عينينا شوية صوتي تعبان، لأن ليث بما فيه فداء للحسين، أنت عيش المعاني ما لك علاقة بصوتي. أخذ الحسين بعد ما قتل أصحابه وأهل بيته أكثر أهل بيته، أخذ الحسين ينادي. أريد أسمعك، أجيب صوت أبو علي هنا في هذا المكان العامر. أخذ الحسين ينادي وغربته وقلة ناصرة أما من معين يعيننا، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يدب غنى. فخرج القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وجعل يبكيان. ثم قال: يا عماه لا طاقة لي على البقاء، وأرابني عمومتي وأخوتي مجزئين، وأراك وحيدا فريدا. فقال الحسين: ابن أخي أنت الوديعة. فلم يزل القاسم يقبل يديه ورجليه. فقال الحسين: يا ولدي أتمشي برجلك إلى الموت؟ وقال: كيف لا يا عم، وأنت بقيت بين الأحداء وحيدا فريدا، لم تجد ناصرا ولا معينا، روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء. فأذن الحسين عليه السلام ونزل القاسم إلى الميدان راجلا ليس فارسا، وكان همه أن يقتل حامل الراية في جيش النساء. الآن شوفوا أيها الشباب، أيها الكرام، أيها الآباء، شوفوا القاسم مش كبر قلبه حزين على عمه، وشوفوا من كلام القاسم يحلفهم صورة الحسين، حالة الحسين. هاي الأبيات أبيات الشعر توصف اسمه. فنزل إلى الميدان وهو يقول: إن تذكروني فأنا نجم الحسن، سبط النبي المجتبى والمؤتمن. اسمع هذه الكلمة، قال: هذا حسين الكبسي المؤتمن. الله أكبر. هذا حسين كالأسري المؤتمن، بين أناس لا سقر صوب المزن. قال حميد بن مسلم: خرج إلي القاسم بن الحسن وبيده سيفه ووجهه كفرقة قمر طالع، وعليه قميص وإزار، وفي رجله نعلان. فبينما هو يقاتل إذ انقطع شسعه نعله اليسرى، فوقف لن يشدها. فقال ابن نفيل الأزدي: لعنه الله، والله لا شدن عليه ولا أذكرن به أمه. فقلت حميد بن مسلم: فقلت وما تريد بذلك؟ والله لو ضربني ما بسطت يدي، يكفيك هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه من كل جانب. قال: والله لا أفعلن. أيها الشباب، هل علينا لكم؟ أيها الشباب، فأحاطوا بالقاسم ورشقوه بالنبال، وشد عليه ابن نفيل الأزدي حتى ضربه بالسيف على رأسه، ففلت هامته. وقيل إن رجلا شق بطن القاسم، وآخرون طعنوا بالرمح.
على ظهري فأخرج الرمح من صدري. أي رحم الله من مدى وقاسمه. أيوة يا سيدة ثم صحاني يا حسين ادركني فتعي الحسين عليه السلام وإذا بالقاسم يفحص بيده ورجلي فقال الحسين عز الله أنا أمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره بجاونا هذا يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حزيني يا ريت السيف قبلك حزيني يا والله هانلكم هانلكم تخلوني وحيد وعلى خيامي عم القوم تفتر يا على خيامي عم القوم يا الله يا الله يا عم تفتر ثم حملوا الحسين على صدره حتى وضعه بين القتلى من أهل بيته ثم صاح الحسين اللهم خصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا ثم قال صبرا يا بني عمومتي صبرا يا أهل بيتي لا رأيت موامر بعد هذا اليوم أبدا يشبا يا عبا الله لا تقول ابني يا عينكم قلبي تقاطعوا تهدوا يا الحيني من تلو وتكسرون قلبي من تلو آخر كلمات بعد حتى يستقبل نعم القاسم خلي بالك لوم عينك افتح عين القاسم يقول الراوي جاء الحسين ووضع القاسم آخر دقيقة بارك الله فيكم جاء القاسم وضعه في الخيمة التي وضع فيها علي الأكبر وجلس الحسين بينهما مر ينظر إلى علي ومر ينظر إلى قاسم ويبكي عليهما هناك شق في الخيمة أكو فتحة وقفت أم القاسم الأمهات الآن يسمعون الأمهات يفهمون هذا المعنى أكثر من الرجال الأم قبلها عاق نعم كتلة من الرحمة والعاطفة وقفت أم القاسم من هذه الفتحة من هذا الشق تنظر إلى ولدها وش مسوية جايب العباية خامة العباية بين أسنانها ليش على من صوتها يطلع تستحي من الحسين يسمع صوتها شوفوا الأدب يا جماعة يا مؤمنين شوفوا الأدب هم فاقدين بيها تستحي تبكي إمام زمانها خاف إمامها ينقهر شوفوا هذا الأدب في عاشوراء لما يقولوا عاشوراء مدرسة جامعة يعني هذا زينب العظيمة زينب ابنة علي وفاطمة العظيمان زينب تعرف هالأم الآن زينب فاقدة اثنين من أولادها محمد وهم قاتليهم لكن زينب شجاعة بطلة أبداً أولادي شنو قيمتهم المهم أبوي الحسين يكون مرتاح الله حرك نفسك عليك بالله تعطي حقائي الكلمات هز نفسك عبقري فدخلت زينب بهدوء وضعت يدها على كتب الحسين حبيبي حسين هذه رملة أم القاسم تريد تشوف الرملة ترجع على ابنها الحسين ابن يدرك هذا المعنى يعرف الأمل أنقلب على ابنها فقام الحسين وخرج دخلت رملة الله أكبر نظرت إلى ولدها
هذا ابنها المميز وجه مثل القمر ابن الإمام الحسن داخل الخيمة وحده كشفت عن شعرها وخمضت شعرها بدم القاسم صاحت يا ربيع يا نصف الجبهد اشلون ضمن جسمك تراب اللحد يما انا عشق العريس ينحط الورد وما يبغى جسمه ينرباني تقول له يا جاسم طفي شموعك وعند اولاد المصاب والله تقطع جسمك قبالي وبعد شي في يده يا الله يا ايم الله بعد شي في بنعتب هاي اخر بي تقول له يا جاسم اسمع يا جاسم انا ربيتك وتعبت برباك ردت عريس اشوفك واقضي عمر وياك يما حاربني زمراني وتهدم بيتي صواني تقول لي يا جاسم انا يا عمر ولدتك بي يوم اللي انت جيت للدنيا يوم اللي ولدتك بي وصاني ابوك الحسن يا رمل تربيه والله حسين الفدا الكبر ودي اي حسين الفدا الكبر اهلا بالقاسم رحبوا بالقاسم من رمضان